υπάρχει ραλικό. Ωραία, ώρα να φύζανε έτσι. شركة أجنبية وصلنا فرق عندها 0% 0% على هذا الشيء يا غيا. السلام عليكم.
abandonné alors que c'est magnifique. ياكلوا البترول والغاز تاع إليزي وما على بالهمش قاديهم. لا لا كونيكسيون عيانة على بالكم. كنسلمو عليكم كاع، يعطيكم الصحة، صحة رمضانكم. قلت لكم ساعة روحوا الصبح هنا في الجنوب تربحوا ساعة. شوفوا المنظر في الجزائر كم قبل. شوفوا الدخلة. Welcome to Janet. La connexion les hands ou comme vidéo offline sur YouTube, le grand canyon de Janet, incroyable. Voilà, quelle est la trompe américaine sur des dizaines de kilomètres. Il y a des montagnes qui marquent, c'est absolument phénoménal.
Ah, sont magnifiques les mansardes. Voilà, je mets un peu d'architecture locale. Normalement, on ne part pas interdit, allez, mais on va le break là-bas. Un peu en ruine, mais... ça tire la chaleur.
بالكم سي ان بيجو، سي ان بيجو جانيت، بصح سامحين فيها، سامحين فيها، سي دوماج. Abandonné, c'est bien que d'un jamais, c'est malheureux quand même. Hein? C'est bizarre, la tomate, la nappe, bizarre. Tout chien, il y a la même chose. سي فريد صباح الخير. سي فريد صباح الخير. سي رشيد راكم ملاح؟ صباح الخير عليكم. رجعت الاول سي جمال. السلام عليكم. راكم تحوسوا في بلادنا؟ صافي بليزير. صافي بليزير. انت بالبلديه، انت بالبلديه بالعام انترديه الكتب هنا. ياه صحيتو. ماشي صباح النور. واش راك؟ صح رمضانك؟ الحمد لله. الله يحفظك يعطيك الصحة. كي دايرة؟ لاباس. بخير؟ مليح. والله رحمة ربي. تخي تخي بيان. ميرسي بوكو الله يحفظك. في دارك. والله ما شاء الله جنات. والله صافي بليزير كي نشوفوا جنات كيما هاك. الحمد لله. صافا انت؟ والله تري بيان توبا. والله تري بيان. راك سنتر فيلا انت. والله تري تري بيان الحمد لله. فوق الميهان. اه مازلت مازال قدام فين كاين؟ وي طلعت منها. اه تفرج لك
الحمد لله انا بربار وتحوس كما بغيت في بلادك اسيدي. الحمد لله صافا والله يعطيك الصحه تخي تخي بيان والله رحمه ربي. مرحبا بكم اسيدي. بارك الله فيك وفيكم. صافي بليزير. مرحبا بكم اسيدي والله الله يحفظك خويا. يعطيك الصحه وصحه رضانك صحه لك. يعطيك الصحه والله نزيدوا شويه لقدام ان شاء الله. بارك الله فيك. هنا لا بريزيدونس من فوق لي زابيتون تاعهم الميهان تخي بيان. زوروهم توكا في فيلاج راك تريبونتر في حاكمه هذه في حاكمه والله تقول انا في غرديه شويه لا والله صافا ما شاء الله صافا بيان والله تخي تخي بيان الحمد لله ان شاء الله يزيدوا طلعوها جنات ان شاء الله ان شاء الله باذن الله هكاك العالم كوبلي يجي لهنا ان شاء الله باذن الله. الله يحفظك خويا. مرحبا بكم في جانات هذا بلد يا جانات. نهبطوا تحت نهبطوا تحت هذا بلد يا جانات. هلا مقام الشهيد يا ودي افيك بليزي خويا. افيك بليزي خويا. صحيح الله يحفظك خويا. صحة وكوراج عليك. الله يحفظك. معليش نهبطو ابيي هنا ابيي سي بون. هذا مقام الشهيد ربي يرحمهم الشهداء. بسم الله ابيي بسم الله. صباح النور كي دايره؟ الحمد لله. نتايا كي صبحت؟ راك اجور ماني من واد سلي لهنايا. الله يبارك استعرف بك يا واد سلي 02 02 وكيف المكتوب جابك هنا؟ انا خدامين استعرف بك والله نستعرف بك. شفتوا ولا لا؟ بل 02 باش تلف واد سلي جا ليهدنا جانات ويخدم. هذو ما شفتوش واد سلي ماشينا استعرف بك. الله يسترك برافو تعرف الله يسترك ما شاء الله الله يحفظك خويا. تعرف رمضان مليح ذربحوا ساعه على حساب الوسلي. باينه شفتوا ولا اربعه صوموني انا اربعه تربحوا ساعه ساعه 7:05 الفطور 7:05 الزوج والله اسري صحيح. الله يحفظك الله يسترك بارك الله فيك الله يعاونك صحيح تزاد اخويا. وراكم تشوفوا جزائريين يضربوا 2300 كيلومتر للجان كيما هاك ويجوا يخدموا ما يخافوش يعني كانين يحرقوا يروحوا اوروبا كانين يهبطوا تحت الجنوب يصيبوا الخدمه. صافي بليزير
ياه صافي بيا كتشوف باللي بيان سور صافي كان الناس يطلعوا لاوروبا تاع كاينين اللي يهبطوا للجنوب يخدموا. شوف شاب الجزائري خدام برك حسوا لي مويان ما كاش صح شتو لي مويان ما كاش في الصعيد ما كاش في الصحراء ما كاش لي مويان بزاف سي بور سا الناس تخاف باش تهبط للصحراء صح وكاين لي مويان الجزائريين جاي يجوا نورمال عادي سخانه جامي تكون بروبليم ميم في الشمال وكاين سخنه سخانه بخوا فهرنا انا في جانات نورمال عادي شاب اليوم فوالا الحمد لله عليكم السلام صباح الخير كي راك الحمد لله ما شاء صباح الله النور نحبسوا السيركيلاسيون على جال هذا هو سمحوا لنا بخير وحبنا سمح واش راك لاباس يلا يحفظكم الحمد لله والله هو عليه الحمد لله قاري اروح من هنا قدام هنا الله يحفظكم ان شاء الله فوالا شفتوا الاستقبال كي داير يا ودي جال سيركيلاسيون جال صباحكم عليكم معكم يا ودي الله يحفظكم اهلا بكم بالخير الحمد لله كي راكم صبروا معك هيا قدام هيا الله يحفظك صباح الخير عليكم كي راكم دايرين لاباس بخير الحمد لله دابا نروحوا مرحبا بي في بلادنا بارك الله فيكم فيك بركة يعطيكم الصحة واش ما خصنا هنا مسي الله يحفظكم الله يحفظكم والله الله يستركم وصحة رمضانكم وصحة فطركم سمحوا لنا برك سمحوا لنا السلام عليكم الحمد لله السلام عليكم كي راكم لاباس بخير الحمد لله اهلا 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 سمحوا لنا الحمد لله انتم بخير الحمد لله مرحبا الله يحفظكم سمحوا لنا سيركيلاسيون اليوم فوالا صافي بليزير ناس جانيت ما شاء الله صافي بليزير سي جمالة صافي بليزير هو العظيم شي فرح اهلا يا ودي الحمد لله كي راكم دايرين السلام عليكم لاباس تاو قريت فاني ها احنا غليزا الحمد لله الله يحفظكم كاع جزائر كاع جزائر الله يحفظكم صحة فطوركم ما شاء الله ان شاء الله الله يحفظكم ها صافي بليزير ولا لا شوفوا الاركيتكتور كي داير الحجاب سلام السلام عليكم واش راك كي دايره صح رمضانك كي داير الحمد لله سمحوا لنا كي راكم خير هيا الحمد لله الله يعطيكم الصحه والله الحمد لله الله يحفظكم صافي بليزير والله صافي بليزير اهلا بكم على البارحه صباح الخير بارك أنا البارح في اللايف والله بارك الله فيكم الله يعطيكم الصحة مرحبا بكم بارك الله فيكم عجبتكم شوية جانت بكورة الحمد لله مرحبا بك ان شاء الله تزيد تولي ورده ان شاء الله ياك وعلى ربي يحفظك ان شاء الله ان شاء الله هذه ان شاء الله الله يحفظك انا كاش ما خصكم والله والله الحمد لله يعطيكم الصحه شكرا شكرا انا ما حبيبنا جنات ولا لا الله يحفظكم ان شاء الله والله صافي بليزير والله هذا لي الزوم هنا في جنات لي الزوم ما نكاز لي الزوم لا لا توما لي الزوم توما لي الزوم ما شاء الله تاريخ ما يشهد نعود هكا راكم بالزوج كاين لاباس مرحبا بك الله يسلمكم لاباس امورك مليحة لاباس خير واش راكم لاباس لاباس الحمد لله الله يعافيكم اجا اجا كي راكم كي صبحتم لاباس الله يسلمك خويا الله يحفظك صورنا مع عمي هيا بك بليزير بسم الله يا ودي رانا هنا رانا هنا رانا هنا هاني عندكم اليوم هيا شوف الله يحفظك اجا شوف اهلا سبحان الله سبحان الله صحة رمضانكم كي راكم دايرين الله يحفظكم يعطيكم الصحة الناس جنات راكم اوفورس ما شاء الله والو مهضومين حقوقنا رايحين علاش علاش قولي علاش لا هنا ياسر بس على كلامكم علاش كي جايين في القد كي جايين في القد صح علاش علاش انا ما يحقروا فيكم كيما هكا علاش الحدود ما عندناش مسكره كيفاش نخدموا مع ليبيا ايه احكي لنا اولاد عمنا اولاد خالتنا احكي لنا حلوا الحدود اسمع هالكلمه تاع يحلوا هالكلمه تاع يحلوا الحدود دوك الناس اللي تفهمها باللي الناس هذه راهي تخدم التهريب ماناش نخدموا التهريب لا لا ما نخدموش التهريب خاطر فهمونا كيف يدخل الجزائر مش شي من جانت من المغرب اه من المغرب الحوايج الثقيله اللي تدخل مش شي عندنا الحمد لله كاش معكم حاجه تسمعوا تدخل لهنا احنا بالعكس الا كان يقول لك باللي هادو مهربين ماناش نهربوا احنا حتى الا تهتكت خلاص سوم ما ندخلوهاش لبلادنا المضره ما تخرجش لبلاد
الناس كي راهي تقول لك حلوا الحدود على زال التبادل التجاري، على جال احنا من قبل كنا حتى الخضره نتاعنا ناكلوها من برا نورمال الخضره اللي ناكلوها. بس هو راه المشكل حلو الحدود مع ليبيا المسلمين و ماشي غير مع ليبيا كاع هو راه المشكل. اسمع فهمونا فوالا اسمع الكذب اتفضل فهم انت الاخر تبسه محلولين تاع الواد محلولين بوشبكه ومطبون على وحنا كيفاش واش نكونوا احنا ما العسكر ها راه عسكر العسكر نورمال عادي العسكر هما اللي راهم صح هما الدوله تشوف فينا احنا ارهاب علاش ارهاب ها راكم ما شاء الله مسلمين سلميين نورمال بصح الدوله راهي تشوف فينا باللي راهم ارهاب امن احنا ماذا بينا الامن يخدم خدمته والشعب يخدم خدمته ماذا بيا مرحبا به خويا وابني راه تما هو لابس كومبا وكل شيء منا والينا احنا ماناش ضد الامن باش تفهموها مليح الحمد لله يخدموا خدمتهم اخدم خدمتك وما تجينيش وانا نخدم خدمتي يعني يا خويا كي تلقاني خارج يبقاو الحدود يديروا الكونترول فوالا اللي بغى يدخل الكوعات باللي الدوله ما تكونش لازم تكون الدوله لازم يكون القانون لازم يكون الاطار القانوني بصح ما تقتلنيش هو الجنوب الليبي راه مامون الجنوب الليبي راه مامون ما كان والو ما يكذبوش عليك المشاكل هذوك في طرابلس مش انا في الجنوب ما كان والو والو صح على خير كاع ولاد البلاد كاع ولاد الجزائر كاع بالذات هذا حاجه نسلموا عليها فخير صحيت عمرك لاباس صحه ربانك واش راك الله يسلمك الله يحفظك واش راك داير والله الحمد لله انتم بخير والله رحمه ربي بارك الله فيكم يا شيخ رانا زعفين عليك البارح راح وبت في المرقد او يوسف عيا يديك للدار راه يفرشوا كلش على بالي اسمحوا لنا برك لا اسمع اسمع لا اسمع بصح فترتنا يعطيك بالصحه خلينا نهضر على المرقد تفضل نقول لك حاجه احنا العقليه اللي عندنا ماشي الحاجه اللي دايرها في راسك بدي تقول الف ما تقولش انا قطع الناس انا نصير فيهم على ديارهم لا لا احنا نورمال ما عندناش مشكل الله يحفظكم نطلب منكم اسمح يا اخوي خلاص يعطيكم الصحه خلاص والو خلاص صرف الناس لا والو فضل بر على زعفان لا لا شوف اسمحوا لي بر ألف اسمح ألف اسمح قال لي شحال وانا نستنى الرشيد بيجي النهار اللي جا قلت له يلا نديك للدار لا لا فطر ولا لا فطر ولا يا كما شوف في الاوتيل ولا هذا هو المشكل اللي حفات فينا درنا قبل بس هذا كما نزيدش ما نزيدوش كاع ديروا الغلطه هذه واسمح لنا ما تروحش اللقم الاوتيل لا نورمال ما عندناش مشكل ما تقولش انك قطعت على الناس لا لا حنا شفتوا لي الزوم ولا لا؟ الناس جالت ما شاء الله. مرحبا بك الله يحفظكم. ونستناو فيك تشدها، نهار اللي تشدها. إن شاء الله بإذن الله. كيما اليوم ما شاء الله. تم يبانوا المجاهدين تاع الصحة. إن شاء الله، بارك الله فيكم، الله يستركم ما شاء الله. أصحاب عباس مدني والجماعة تما وين يبانوا. إن شاء الله إن شاء الله. أما الخردة اللي راهي شادة دركا. ما كان ما كان. زيرو كارثة. الله يحفظكم. إن شاء الله صحيح. يعطيكم ساعة الخير إن شاء الله. صحة. يا ودي كاع ولاد البلاد يا ودي كاع ولاد البلاد يا ولد الكارتي تاعك انت الدوار اي الله يحفظكم اي بسم الله بسم الله اي بسم الله لا مليح كي تشوف في جنط واش حاب تشوف جيت نشوف شوف هذه لا دايره هذه لا دايره من وقت فرنسا مبنيه من وقت فرنسا من وقت فرنسا لا كما كاش اسمع من الدوائر الاولى في الجزائر دايره جنط باش تكون في علمك الوقت اللي كان الاستعمار مازال ما كانش تقسيم هذاك من الدوائر الاولى في الجزائر داير جان ومن البلايص الوحيده في الجنوب ما كانش محكمه في الجنوب كاينه في جان فقط فرنسا باش تعرف قيمه من بكري يعني ما كانش تريسيتي فقط الاستعمار بصح في جان كاينه تريسيتي فقط الاستعمار باش نقول يعني الله يبارك اللي كان من يعني من بكري جانت ما شاء الله عندها عندها, أه. عندها معناها عندها نقطه استراتيجيه بزاف بزاف يا صحه رمضان يعطيك الصحه الله يسلمك والله الحمد لله الحمد لله صور 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 هذه صور مدينة جانت هذه وش بك الله يبارك الله يبارك والله وردة بصح لازم شوية يعاونوكم شوية هنايا لازم لازم خاصة شوية تنمية وخاصة البلاد راهي راك تشوف البلاد كاع راهي مغبرة صحة رمضان يعطيك صحة والله برقة الحمد لله الله يحفظكم إن شاء الله يعطيك صحة كملوا هيا بسم الله الله يحفظك خويا يعطيك الصحة والله الحمد لله وتمرق لا شوية الحمد لله الحمد لله شكرا يعطيكم الصحة بارك الله فيكم شفتوا الاستقبال تاع الناس جانات ولا لا يا الشعب الجزائري كيما بغيتوا هنايا نورمال هنا كان السوق هنا السوق هنا أي السوق أي بسم الله حبيت البلدية ادخل البلدية حبيت كيما حبيت السوق خير يلا أي مع الشعب بين الشعب ولا إلا الشعب هذه هي يا خويا مرحبا بكم البلاد هذه هي بزاف الناس ما يعرفوهاش
عاش بصح يقولك باللي ربما عطاو علينا نظره الاحداث الاخيره مدت نظره باللي البلاد هذه عنصريه. ماناش عنصريين حنا البرانيه الحمد لله، ما نقولوش برانيه، هادو ولاد الجزائر راهم عايشين معانا الحمد لله، عايشين معانا في قهاوينا، عايشين معانا في المطاعم تاعنا، عايشين معانا في قوانيتنا. 48 ولا يجوا لهنا يدوروا معانا راه من بعد يجي قال لك ما كانش لي شي جانتو ما كانش لي توشي كيما قال لي توشي بعد يقولك باللي حنا عنصريين. شكون يقول لكم عنصريين؟ اعلام اعلام مد واحد التيكي غالط بزاف علينا. علاش انا شفتوا الاحداث الاخيره الام الرجل بطريقه الاستحمار هذا والله لك التخير صراحه والله لك التخير مدوا تيكي على البلاد اه نورمال مش مليح ولينا احنا مبانو ما ناش ملاح احنا بلاد الحضاره هذه يعني شاهد بلاد الحضاره هذه البلاد هذه مختلف ثقافات العالم تنزل هنا كيفاش حابين احنا نكونوا ما ناش مثقفين والله نكونوا ما ناش ملاح مستحيل مستحيل هلا شوفوا بعينيكم ما شاء الله رانا في مدينة جانت. هاد المنطقة برك واش القضية التنمية احنا ما ناش نقولوا باللي الجهد احنا نقولوا الجهد المبذول باش ينمي البلاد راه ضعيف بزاف راكم تشوفوا يعني الواقع يهضر ماشي لي شيفر انا كنوري لك لي شيفر اللي راهم تبذلهم الدولة كأموال باش تصرف على المنطقة هذه تخلعك كي تشوفها في الأوراق بصح كي نهبطوا الأرض الواقع شوفوا باللي هذه الاستراتيجية غالطة تماما. علاش؟ لانه ما يدوش براي المواطن ما يدوش براي ولد البلاد كاين بزاف حوايج اللي نورمالمون يتقاس على حسب عقليه البلاد على حسب استراتيجيه البلاد. اذا الفكر هذا الفكر اللي راحت له الامريكان مثلا كي سمات بلادها الولايات المتحده الامريكيه هذا الفكر هذا الناس راهم فايتيننا في العقل وفايتيننا في القرايه وفايتيننا في الفهامه نهضروا لا فيريتي. انت كي يقول لك باللي الولايات المتحده الامريكيه دوله ديمقراطيه غير اسمها كي تقرا باللي الولايات المتحده الامريكيه قول لك غير الاسم تاعها يدل على الديمقراطيه. حنا تجيب ولايه الجزائر تسمي بها بلاد دوله كامله على ما نقولوش بلي مثلا كل عام ندورها نسموها دوله قسنطينه دوله وهران العام الجاي دوله طامراس دوله ايليزي. اذا الجزائر العاصمه هي ولايه في الاحد صح هذا مكان ايه هي ولايه اذا عمت عليها اسم دوله صح. اذا احنا من اسمنا بدات احنا من اسمنا بدات البيروقراطيه هذه معليش احنا نهضروا يخبوا يعني روح برك ايه نهضروا صحيح بصح حنا نهضروا على الامتيازات راهي الجزائر راهي اكبر راهي قاره راهي نقولوا كي رانا نهضروا الهضره هذه باش تعرفوا باللي كل بلاصه عندها الامتيازات نتاعها كل بلاصه عندها عاداتها عندها تقاليدها عندها الامور اللي تخرج عليها بالك انت حاجه تخرج عليك في العاصمه انا ما تخرجش عليا في الصحراء. هذا الاتساع الجغرافي خلق تنوع كبير يليق حتى قانونيا وتسييريا نلحقوا له في المفهوم نتاعو عليها كخصوصيات المنطقة تلعب دور كبير وكبير كبير كبير بزاف معناها لازم ناخذوه مستقبلا ناخذوه في عين في الاعتبار بالنسبة للتنمية بالنسبة للأمور هذه هذه هي كيفاش راهي تشوف صح سي لوجيك لوجيك
وبا على جانت راه معاه قبل الرايس فخير ديرنا فوتو مع الرايس زيد ديرنا فوتوات مع جماعه جانت ما شاء الله جانت ما شاء الله يعطيكم الصحه الله يسلمك الله يحفظك مرحبا بك الله يسلمك خويا وصحه رمضانكم وصحه فطركم الله يسلمك صحيتو سمعتني جانت ما شادي كتشوف فيها على بالك بلي عندنا عامين الوالي فارض حصار ذكي جدا لانه معاقب بلاد كيتعاقب البلديه انت البلديه يقول لك بلي عندها برامج عندها دراهم عندها وي دراهم في البرامج بصح على بالك بلي البرامج هذه الدراهم اللي كاينه في البرامج هذه ما تسيرش غير بالوالي شكون اللي يمدها شكون اللي يطلقها شكون اللي يسيرها اذا الوالي بصح نظافه البلاد اللي بلع لنا الباب اه بصح لي فان بلديه انت على بالك بلي حتى الخدامه نتاعها باش تخلصهم راهي كاين ميزانيه كل 6 شهور تتمد لها هاد الميزانيه هذه كي تكون ضعيفه او ميته هاي بلات زبلت حاشاك باش نهزو حنايا باش نهزو ما كانش باش تهز باش تبدل كليراج ما كانش ابري اذا الحصار اللي راه مفروض عليهم طرفوها لي ولايه تيليزي انورمال بخير وسي با نورمال مانيش قادرين نوصل هذه البروبليم تاع لا سنتراليزاسيون يعني كل شيء او في الجي او في اليزي يعني ما كاش دي سنتراليزاسيون هذا السوق دخل تفضل اي بسم الله فوالا اللي بغى يجي للسوق جانات مرحبا به جانات هنا بخير لافريك كامله كاينه الحمد لله هيا فوالا كاع لافريك راه كاينه عندنا لهنا يا رانا خاوه الناس اللي يقول لك كاين مشكل ما كانش مشكل هاد الافارقه هادو راهم صدقوني كيما حنا ما نشكي كيف حتى هما ما مشكي كيف فيهم الرجاله فيهم الخيار فيهم الناس الزينه في كل زي ايه يهزوا البلاد يخدموها كذب عليك اللي يقول لك بلي في مرض وما عارف انا حنا معام ساكنين طول عمرنا اغلبيه هنايا في السوق هنا شكون مين يجي البلاد ود البلاد بلاد البلاد بصح مخلط اها بخير لاباس لاباس عبد الله الله يحفظك بخير عليكم اهلا الحاج الله يعاونك هذا كي تمشي لازم تدي فيديو بارد من هنا الله يحفظك الله يجلبك سمعت يا رشيد دي فيديو من عنده ان شاء الله اهلا واش راك لاباس خير ايه مادام تراك تتحرك ياسر لازمك فيديو بارد فيديو ديش هاكا قاعد يشرب الوقت الفطور يشرب الماء اي ان شاء الله بحول الله الله يحفظك ايه والله ما شاء الله هاكا كاع ما يحماش الماء ما يحماش كاع يبقى بارد 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 ها بارد الحمد لله الله يعافيك الله يحفظك اي بسم الله السوق كبير ما شاء الله السوق لاباس هذا سوق الالبسه الحوايج تراثيه تقريبا تلقى فيه الحوايج اللي تخص البلاد كاع هذو الحوايج منين يجوا هذو الحوايج هذو من الدول اللي حدانا الافريقيه هذه اللي رانا نهضروا عليها الناس كاع تشوف فيها تقول لك باللي فتحوا لنا الحدود المفهوم تاع فتح الحدود هو تخصيص مناطق تبادل تجاري لازم تكون تخصيص مناطق هذا المفهوم اللي تسمح بك يقول لك افتحوا لنا الحدود هو لابد من تخصيص مناطق حره للتبادل التجاري لانه الناس المقتنيات نتاعها كامله من الحدود المقتنيات نتاعها كم من دول افريقيه احنا افارقه احنا توارق هادو نصنا لهي وحنا نصهم هنا يا رانا نتبادلوا الشيء اللي عندنا هنا يجوا عجبهم هما يدوا الشيء اللي عجبنا احنا من هنا نجيبوا تجاره وزيد احنا رانا كما نقولوا نقطه للعالم الناس راهي تهبط عندنا هنا من مختلف دول العالم الناس هذه ماهيش تحوس على حوايج عصريه ماهيش تحوس على الحوايج اللي عندها اللي راهي تحوس على حوايج ما تلقاهاش صح احنا بدل بينا السائح كيجي نوفروا له قطعه الشاش هذه ما لقاش غير في جانتي يديها هذه من جد هذه من جاي هذه تجينا من لافريك تجينا من باماكو تجينا من نيجر تجينا من نيامي تجينا من السنغال تجينا من بلايص كاع راهي تجي منها اذا الشيء اللي ما بدل بينا نوفروه للعائل ليبيا بزاف راهم يدخلوا ليبيا هذو بزاف راهم يدخلوا من ليبيا عندك في المده الاخيره هذه يعني نقص بصح بزاف راهم يدخلونا من ليبيا عبايات هذو تاع ليبيا الموديل هذا التي سي هذا تشوف فيه هذا يدخل من ليبيا اذا هذا المقصود هو الناس راهي تهضر على الحدود معنا لا لانه علاه داخليا ما كانش مش متوفر داخليا احنا البعد صح مسافه البنى التحتيه اللي هي الطرقان مدقدقه حتى الا بغينا نتاجر ولا بغينا نجيب حاجه ما كانش الفوق واش نروح نجيب فوق باش نجيب كاج وخضره نروح انا اقل حاجه ورقله 1400 راه 400 كيلومتر من جانت 1400 من جانت باش نجيب كاج وخضره كيفاش تقول لنا وتجينا انا ليبيا 200 كيلومتر كل شيء قريب ايه قريب يعني الاقتصاد تاعكم هنا مع ليبيا هذا اللوجيك واش يقول اللوجيك هذا واش يقول بما انه احنا مستقبلا نخمم يكون فعاليات مش غير مع ليبيا مع مالي مع نيجر البلايص اللي مرتاحه مع تشاد ايه اللي مرتاحه اللي لاباس يعني ما فيهاش مشاكل ماذا بها حتى الجانب هذا التجاري يقنن احنا الناس هذا واش راهي تقول
الصباح يا ودي زيو نورمال نورمال عادي كل شيء عادي نزيدو هيا فوالا الله يحفظكم ما شاء الله هيا مريقلة ندورو نزيدو ندورو هنايا في السوق نزيدو نشوفو واحد شوف الحوايج تاع لافريك بزاف الارتيزان تاع لافريك وتاع جان تقريبا مدمجة مع بعضها السلام عليكم إذا كان إمكانية ندخلو نورمال معليش يبارك فيك سي بون نقدر سي بون نقدر فيلمي سي بون بيان سور تراني اون لايف معليش راني اون لايف سي بون صباح خير تي نقول لك معليش الا جيت هنا باش تعاون الناس نعاون الجزائر كامله لا يعني نحكي على هاد المنطقه جانت الجزائر جانت معليش معليش خليها تفضل تفضل انا ما عندي لا جمعيه لا والو انا ستوديونت الله يبارك جبت هنا باش نحطك في رمضان تفاجأت بالفقر اللي معايشين به الناس بصح فقط نحكي على الناس اللي يسكنوا في القرى اللي دايرين بجانات ماشي جانات اللي هنايا جيت درت مبادرة وحدي في الفيسبوك لمينا 140 قفة جيت هنايا تفاجأت انه بك نتعلم نكتب ونقرا شحال في عمره في عمر 14 سنه تخلي يقرا سنه ربعه ودوكا ويبيع في المارشي يعطوه 10000 في النهار تخيلت روحي اني في الجزائر عمري ما نشوف هاد الحوايج بصح راني نشوفها شوفيها بعينك الى جيت هنايا سائح نقول لك ماذا بك انت انسان واصل ماذا بك تروح تشوف الناس اللي راهم دايرين برك في الواحد كاين ناس قال لك كيجيو يشوفونا يهربوا يطلعوا في الجبل لا خاطرش علاش ماشي موافقين يشوفونا اي واحد جاي كانه اجنبي جاي يضربهم جاي يتعدى عليهم ولا يتعدى على حقوقهم ولا الممتلكات البسيطه اللي عندهم اسمع ماذا بك انا انسانه بسيطه وسمني دنيا زاد شرفين الله يسلمك ماذا بك تعاون هاد الناس ان شاء الله وما تنساش باللي راكي في ولايه بتروليه هي الاولى وطنيا من ناحيه الضخ رانا اكثر من حاسي مسعود بالمناسبه اللي زيرنا كخاطر من حاسي مسعود في الضخ شكون راه يسرق في الذهب شكون دوك تشوف لو كان جوز برك على تلقى الطريق وتلقى الناس هم حاطين الات الحفر تمويه وكانه كاين دي بروجي ما يصراو هما لا لا كاين الناس ما نقدرش نقول شكون انه انا قلت لك معرفتي محدوده ما نعرفش بصح انه كاين دي بروجي بيان سور لا تلقى الناس كيما هادو عايشين هاد الفقر مانيش نحكي عليكم بس راني نحكي على الناس اللي راهم عايشين لهنا الا كاين ناس ما لقاتش واش تاكل والناس ما لقاتش وين تقرا ولا دراري صغار ما لقاوش ما انا عاد في رجليهم يلبسوه ما عندها انه كاين ناس سرقت حقهم شكون بصح شوف انا ما رانيش سياسي وما دخلت في السياسه اذا الداخليه دوك راح يسقسي عليها شكون راه فيها لا باف فيها لا بوليس ما اختي اذا هذه هضرنا عليها من قبل باللي هذه ملك للشعب وملك للناس لا بوليس كانت عندهم بو ما عندهم واش كانوا يسكنوا سكناها من تم بصح درك راه بناو دارونا ما يخرجوها هذيك البلاصه ما تبقى داخليه نجيبوا فيها اولادنا تاع لي زانفيرو يقراو خاصه الدراري اللي ما يقراوش شوفوا دوك نفهمك شحال كاين ما يقراوش هنا دابا كل بلاد باي تخرج لي زانفيرو فاهمك حلا سلام فاهم 5% 10% لي زانفيرو هاد القضيه اللي رانا نهضروا عليها درك كاع الكلام اللي رانا نهضروا فيه كاع هادي كيما نقولوا راك في جانس الشيء راك تشوفو نتاعك بصح لي زانفيرو قصه ثانيه لي زانفيرو واش معناتها هادشي اللي رانا نهضروا فيه البارح حنا ما تخلقناش باش نقعدوا في الديار ولا في الخيام حنا روحل حنا اسمنا هكا بدون روحل بلاصه وين عجبتنا نروحو نرعاو فيها بلاصه وين عجبتنا نروحو نسكنوا فيها هاد الاولاد وهاد الناس راهم يتميزوا لانهم مالهم حياتهم هادي هي راك فاهم اذا مستقبل احنا واش قلنا كآليات لازم تكون كاين تجمعات سكانيه قليله انا نقولها لك مثلا بلايص مثلا كيما نقولوا اريكين تحط فيها اقسام تاع ايكول هما باين باللي يروحوا يرعوا ويعاودوا يرجعوا للبلاصه هذيك اذا البلاصه اللي يرجعوا لها لازم تكون فيها تنميه ما قلناش حنا وين ما راحوا زوز قيمات تدير لهم بصح ابسط الاماكن اللي يكون فيها التجمع لازم تكون فيها البوسيبيليتي تاع انهم الاولاد يقراوا يكون فيها بوسيبيليتي تاع السبيطار تيني تيني 20 كيلو اسمع 20 كيلو هنا على بالك باللي اليومين هذا راهم يدوا لهم الماء بالصهاريج تيني 20 كيلو ينقلوا ليها الماء
بلي سيتير من خاطر الفايته هنا كانت عندنا ماكريس تاع الماء هبطوا يريكلاموا في رمضان في عز رمضان. اذا العجز اللي رانا نقوله احنا ماناش نلوم على البلديه ولا نلوم على الولايه، رانا نلوم على الدوله كامل، لانه نظره الدوله لنا فيها تقصير كبير. اذا كاين استراتيجيه واعيه من طرف الدوله انها ترفع الغمن على مواطنيها اين ما كانوا يترفع الغمن بصح. تقول لي باللي الولايه ولا البلديه اللي بيجي تاعهم محدودين، مع كامل الاحترامات رانا عارفين الانسان الأليات. اذا كاين انسان فقير في هذه البلاد عارف باللي انسان واحد اخر بدا له حقه، كاين ناس دراهمهم يكفيهم حتى مور الموت. نجي هنايا نلقى انسان كيفاش طفل صغير يعجبه يخدم في المارشي ب 10000، كيسكساه الانسان اللي جا معايا هنايا باش نوزعوا قفط رمضان، قال له واش راك دير هنا في المارشي نورمالمون راك تقرا، قال له راني ما نقدرش نروح نقرا بتريكو تاعي مقطع، قال له راني نخدم هنا 10 ايام باش نروح نشري تريكو. وهذه الحاجه اللي حبيت نهضر عليها، نتوما كناس بالك فيكم تجار، السلعه هنايا اللي تتباع في الصحراء تتباع لي بري تاعها فوا دو، معناتها الانسان اللي يروح الانسان اللي يشري في الجزائر يشري حاجه بتسعة إذن الحياة تاع المواطن بالنسبة للمناطق هذه حياة كبيرة بزاف، يعني ماهيش حاجة اللي تناقش. يعني 10 ملايير دولار يدخلوا من الغاز والبترول من الإليزي هنايا. البارح كانوا يهضروا مثلا في باشا قال لك على راكم تشكر رشيد، ماناش نشكر رشيد بالمناسبة، رشيد راهي جاي يحاورنا كمواطن كغيره، احنا لهذا الهضر نهضروا أنا. مانيش أنا يابا واحد يشكرني هنايا، راني أنا يابا يعني تفوتوا الرسالة تاعكم أنتم. البارح قال لك على راكم تشكولوا، احنا نشكو احنا رانا نتناقشوا بيناتنا كجزائريين هذا الوضع رانا نتناقشوا. حوار مفتوح. اسمع لي 95% اللي كومنتات ما شاء الله، اسمع لي خويا 95% اللي كومونتي على البارح ما شاء الله قالوا ناس الجنوب ما شاء الله، والله هذه هذا هو الصح. اسمح لي انا نروح لانه انا نحوسوا على الطفل هذا اللي حنرجعوه ليكم ان شاء الله. ان شاء الله نحب نقول لكم دفعوا لحقكم، لانه الصح صح حقكم راهو راح راهو راهو منهوب، الا ماشي نتوما لحق ولادكم ما تخلوش ولادكم بلا بلا خلاص نتعاونوا بيدي ويلك ما تخلوش خاطر هذه البلاد حنا وانتوما ان شاء الله ما تخلوش ولادكم بلا قرايه. ان شاء الله كذا انا نقول لك انا لحقت الاولاد الصغار في سريلانكا في النيبال في المالديف وقريتهم. الله يبارك. كاين الحق نشوف ولاد بلادي كيما هكذا يغيدني الحال. سما هذه نقطه اللي قالت لك كاين بزاف حوايج هذا مش انا عبرت دفعت التعليم ونهضر على المواد الغذائيه اللي راكم دوبلينهم تجار اللي راهم البارح القصبر يتباع في الجزائر 2000 فرق هنا يتباع 10000 10000 هذه المنطقه خصبه فيها الليمون تقدر تزرع فيها الرمان تزرع فيها اي حاجه تنبت كيفاش انتم تخلوا ناس يجوا من الجزائر ويجوا من مناطق واحد اخرين باش ينهبوا لكم حقكم في بلادكم الوغ انتم تقدروا تزرعوا عندكم ما شاء الله الواحد ما يتمدلكش ما يتمدلكش ما يمدلهمش ما يتمدلكش انا نقول لك ما يتمدلكش الاف الهكتارات في الاستصلاح عندي سؤال معليش سؤال هاك تقري هنا ولا بنت جات 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 مازلنا متطوعين فاعلة خير هادو فاعلين خير راهم كاينين. لا قلت لي بلي قريتي في مالديف انا استاذه تاع لغه انجليزيه الله يبارك مترجمه في الاساس وين وين تقري وين وين تكون كاين دراري صغار نسافر هنا باش نديروا قفة رمضان يعني وين تكون كاين نقص ناشطه اجتماعيه الله يبارك خير يعني on peut prendre vos coordonnées معليش وي بيان شور ما كاينش شوف بارك الله فيك on va prendre votre حاجه شوف وراها ما عرفتوش لابس الشاش روح عند سطيف هذوك 10 مليار دو دولار تاع الغاز والبترول من الولايات الإليزي بين لي زيترونجي دوك نروحوا لي زالجير وسقسيهم معليش معليش حنا نهضروا على الصح الصح هو الغاز والبترول من الولايات الإليزي لو كان يعطيكم 120% من الغاز والبترول تاع إليزي ما كان حتى واحد يهضر معاكم راكم تسدوا لنا المشكل حنا رانا نهضروا عيينا شكون هذا اللي يقول لك شكون اللي يوقف معاك فهمتني كيما انت راك توقف وحدك انا نهضر ديما عليكم إليزي 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 سامحين فيهم 100% من الغاز طبيعي من ولايه إليزي دورو ما يدخلش الخزينه تاع البلاد ولا تاع إليزي والله دورو دورو اسبانيا عندها 52.5% طاليان 27.5% وفرنسا 20% الجزائر عندها 0% باعوها إليزي بيتها النو في أوروبا والله كارير مخدوم على لافونس على لافونس دورو ما يدخلش
بعد داروك انت مشكل زعما يقول لك ما شفت شفت المقصود كي داير. انا شفت في لوتوروت في وهران النهار حبسوك لابوليس لا بولي جدارمية العسكر كاع كارثه كارثه وما يبغوش واحد يقول لهم الصح يكشفهم كيما هكا. بصح انا عجبني شخصيتك بكري كنت نية بكل اللي تيرجع صح كنت نية هذوك تعلمت تمحنت دوكا رحت باللي في فرنسا انت تضرب على المستضعفين تما اسمع مازال احتل دوكا في اوروبا كامله في تم الدول ياك تشوف احنا عندنا الدبلومات جينا نخدموا هنا من ميلا جينا كاش ميلا جينا نخدموا هنا اقل شومه كيما الله يعاونك حبيت نوجه رساله تفضل تفضل حبيت نوجه رساله للطلبه تاع الشمال مبادره صغيره برك تتلموا كامل مبادره صغيره في الجامعه تاعكم ولا في البلاصه ولا الحي اللي تسكنوا فيه تلموا ديروا قافله صغيره زي ما درناها احنا في انا والاخت ديروها وتوصلوا لاي نقطه في الجزائر كاين الصحراء كبيره وكامل محتاجين بداها من واد سوف اضرار كامل القريات كل محتاجين تقدروا تمدوا المواد الغذائيه تقدروا تجيو تقريوا الاولاد الصغار اللي يستاهلوا وكاين الناس الخير في الشمال اللي يقدروا يعاونوكم زي من حنا فتحوا لنا ابوابنا خلصوا لنا البي تاعنا فتحوا لنا الباب وصلنا للماكسيموم 80 قفه ولا 90 قفه وجينا نقريو الاولاد صغار ونمدوا لهم لي جيوي كيف انتم ما تقدروا ديروها عبالي باللي طلبة كامل راهم يسمعوا فيا ويتفرجوا عليا ديروها وما تخافوش ربي يجازيك يعطيك الصحه بارك الله فيك خويا كاين مالي الخير كاين مالي الخير كاين كاين تاني سوليداريتي هادو تاسيلي سوليداريتي تاني راهم يخدموا هادو صحاب ما جمعيه ولا حاجه غير صحاب كيما قال لك كيما هكا من الطل متضامنين كل عام يجي يهبطوا الزوار يهبطوا ادوات مدرسيه هبطوا في رمضان هذا هبطوا كاين ناس راهي تخدم الخير كاين نقول لك الشعب الجزائري فيه الخير الحمد لله كثر خير والشعب الجزائري الحمد لله فيه الخير خير عندكم هنايا هذا اللي رانا نقول احنا مانيش محتاجين داو لكم الخير تاعكم هذا هو المشكل احنا مانيش محتاجين صدقه صدقه يعطيك الصحه احنا محتاجين القانون يضمن حق الناس هذا بارك الله فيك انا نقولها لكم صراحه بد فهموا مليح انا يرجعوا لكم الغاز تاعكم هنا في اليزي ما تحوسوا لا معاونه تاع نعامه ولا تاع سكحراس ولا تاع فرنسا ولا تاع الماريكان فهمتوني ولا لا عندكم الكنز هنايا في ولايه اليزي يرجعوا لكم الكنز تاعكم هذا مكان قد احنا ماناش نحوسوا على كما نقولوا صدقه ما نحوسوا عليه احنا يا خويا يضمن حقي دستوريا ونوصلوا له هذا حق الجزائريين كل شيء اللي ديروا في جان تراك ديروا لكل الناس اللي يجي من العاصمه اللي يجي من سطيف اللي يجي من سران واللي يجي من الاخر لا لازم الشعب الجزائري يفهم باللي تو مال عندكم 10 مليار دولار كل عام في اليزي 10 ملايير دولار الدورو ما يدخلش الخزينه تاع اليزي كارثه هذه تاع الدوله لا بد فهموا مليح يا جماعه خلوا الناس اليزي تعيش بالغاز والبترول اللي راه تحت الارض الله يبارك صباح الخير صح رباني خويا كي داير بخير لاباس الحمد لله الحمد لله معنا ضيفنا اليوم جلجانات وكل شيء العلبه تجاره تجاره والو واش حبينا حتى كي جبناك هنا حبينا باش توصل الميساج بلي كاين مثلا مؤخرا يشربوا باللجان عنصريين وناس كذا وكذا وكذا انا احنا قاوتنا